السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي في موقع اسمه ايجنت جي بي تي، طبعا كلنا عارفين شات جي بي تي، فهو ده معتمد عليه. هو بيعمل لنا، يقدر يولد مناقشة بينك وبينه، يقدر يعمل لك الاستراتيجيات الخاصة بيك، ممكن يقدر يخش على النت ويدور لك على بعض المعلومات يجيبها لك، ان هو مش موجود لفترة معينة. فانت ممكن تعمل بيه اصلا روبوتات دردشة، يعني انت تعمل موقع بتاعك روبوت دردشة من هنا وتقول له لما حد يقول لك كذا تجاوب كذا، وتعمل خلي في حوار بين الزبون اللي جاي الموقع وبين الشات جي بي تي، هو يرد على كل الأسئلة. فأنت ممكن تيجي تقول له مثلا إيه بلاتفورم جي بي تي، تمام، هو بيقول لي اعمل ساين إن. أنت بعد ما تاخد وقتك وتدربه بشكل كويس جدا هتقدر إن أنت تحطه في الموقع بتاعك، وتجيلك أسئلة كتيرة جدا ممكن 1000 زائر، فهو يقدر يجاوب عليهم، واللي مش هيقدر يجاوب عليهم يبدأ بقى يحاول انسان حقيقي يجاوب عليه. فهو ده مش كل الناس تقدر تستخدم ايجنت جي بي تي، وانما تقدر نقول المبرمجين او المطورين او حد عنده موقع وعايز يعمل شات، او انت ممكن تعمل شات ليك انت وتبدا ان انت تحط كل المعلومات بتاعتك فيه. يعني في ابحاث ان ممكن تخليه هو يرد عليك، ممكن كنت خاطب وخطيبتك مزهقاك في حياتك فتخليه يحفظ الاجابه بتاعتك من خلال اسبوع، وبعد كده طول الحياه بقى يكمل نفس الاجابات وبنفس الطريقه والحاجات دي كلها. فكويس لو انت عايز تعمل شات جي بي تي خاص بيك لموقعك لك انت شخصيا للعيلة، ممكن تسطر دوت.